الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد آمين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب آمين ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد آمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا رب قل أعوذ برب الناس ملك الناس آمين إله الناس نقول النيان من شر الوسواس الخناس آمين. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين آمين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته آمين من السهو أو نسيان أو تحريف أو تحريف كلمة عن موضعها آمين أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان آمين يا رب العالمين أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته آمين أو كسل أو زرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف آمين يا رب آمين بغير مرغم آمين أو إظهار بغير بيان آمين يا رب أو مد أو تشديد آمين يا رب أو همزة آمين أو جزم آمين أو إعراب بغير مكان آمين يا رب فاكتبه منا على التمام والكمال آمين والمهذب من كل الأرحام فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه آمين يا رب مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة.